صباح الخير سلمى، يسعد صباحك وإن شاء الله بينعاد على كل المشاهدين بالخير يا رب. يعني هلأ بلشت صلاة عيد الفصح في كنيسة الزيتون، مثل ما أنا سامعين ومثل ما أنا شايفين بعدسة الزميل عبد السلام، الصلوات يعني يعلو صوت الصلوات، ولكن طبعا بداخل الكنيسة سنة الصلوات تقتصر على رجال الدين فقط، ونحن نصلي ببيوتنا. سلمى، يعني القداس يرأس القداس قداس عيد الفصح البتراك يوسف العبسي ولفيف من الكهنة رح يشاركوا معهم اليوم القداس. يعني بدأت التراتيل الآن تصدح في باحات وفي داخل الكنيسة. طبعا بس بدي يعني الفت انتباه المشاهدين منظر باب شرقي وباب توما ودمشق القديمه، الاحتفالات اما بالشعنينه او بعيد الفصح، الناس كلها عم تحتفل ببيوتها، مشعلي شموع على البلاكين، والصلوات اصوات الصلوات بتعم المكان عن جد، يعني بتشعر البدن مثل ما بيقولوا بالعاميه، كل حدا عم يصلي ببيته وبمطرحه. كان مشاهدينا هلا الخوارنة وسيادة البترك رح يتوجهوا إلى الكنيسة بعد دقائق قليلة ليبدأوا بقداس عيد الفصح. نعم، لكن بدي أرجع أذكر كل المشاهدين فيكم أكيد تتابعوا القداس على صفحة بطريركية سيدة النياح أو كنيسة الزيتون بشكل مباشر من بيوتكم، وخلونا كلنا سوا برجع بعيد أنه نشعل شمعة ونصلي. رح أترككم مع الصورة يا صبايا ولكل المشاهدين، صلوا من قلبكم وادعوا لنا وادعوا لكل العالم. خلينا نشوف البترك والخوارني كيف رح يتجهوا إلى الكنيسة مع أصوات التراتيل من كنيسة الزيتون. مثل ما متابعين؟ نعم، شكرا لك ليا. عم نشوف وعم نسمع أصوات التراتيل من كنيسة الزيتون كاتدرائية سيدة النياح في دمشق القديمة. أصوات الصلوات بدأت حقيقة تصدح في شوارع الشام القديمة من الكنائس، وأيضا صلوات المؤمنين من بيوتهم. يا رب يا رب السلام لسوريا ولكل العالم. لكن مثل نعم ما متابعين يا صبايا، شموع أنيرت و يعني الشموع أنيرت ورجال الدين الآن متجهين إلى الصلاة إلى قلب كنيسة سيدة النياح أو الزيتون لحتى يؤدوا صلاة عيد الفصح. صوت الصلوات طبعا والتراتيل يعلو المكان، رائحة البخور أيضا يعني في المكان، والشموع منيرة. إن شاء الله يا رب ينعاد على كل السوريين بالخير.
الآن تتم صلاة هجمة عيد الفصح برئاسة البطرك يوسف العبسي ولفيف من الكهنة كما نتابع. طبعا مشاهدينا بدي ارجع اذكر نحن عم ننقل صلاة عيد الفصح مباشرة من كنيسة الزيتون. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فالمصري لما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وصالومي حنوطا ليأتينا ويحنطنا يسوع. وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس وكنا يقلن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا. فلما دخلنا القبر رأينا نطلبنا يسوع الناصري المصلوب قد قام، ليس هو ها هنا قد قام، ليس هو ها هنا قد قام، ليس هو ها هنا. وها قلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا من القبر وفررنا، وقد أخذتهن الرعدة والدهش ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. حقا المجد Lil
المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي إت نيكرو ثاناتو ثاناتو باتيساس كريستيس من ماسي زوي هايسا. ووهب الحياة للذين في الأرض.